كذلك. أما أخطر الأمراض الطائفية فهي محاولة الاستعانة بالقوى الخارجية، وربما الحظر المفروض على الجمهورية الإسلامية في إيران ومساندة بعض الدول من أهل السنة والجماعة لهذا الحظر هو علامة من علامات الإضرار. نسأل الله عز وجل أن يديم هذه المؤتمرات التي تسعى للتقريب بين المذاهب الأبعاد الطائفية والحث على العيش فيه. فالطائفية هي من الأمراض المزمنة التي تنشر في جسم الأمة وتفتك بها. فالطائفية من الخطر القاطع، لأنها أصبحت الطائفية ترفع في وجه كل تحرك شعبي، أصبحت وسيلة يستخدمها الحكام ويلعبون بها. ألما وحسرة لحالة المأساة التي تعيشها الأمة من المظلومية والعدوان، من أبسط حقوق الإنسان التي أقرتها المواثيق والمعاهدات الدولية بحقوق الإنسان، فضلاً عما أقره الإسلام قبل تلك المنظمات بقرون. وطلبوا جميعاً هؤلاء العلماء نحبهم وأرواحهم تراقب ساحة الإسلام. من قال لا إله إلا الله عصم دمه وماله وعرضه، أليس كذلك؟ إلا بحقها، والطيب إلا بحق وحقك أن أقتلك. أنت مستثنى من هذا الكلام. نعم، أنت معصوم الدم ومعصوم المال ومعصوم العرض إذا كنت تمشي على هواي أنا أعتبرك أنت مسلم ولا كافر. أنا طبعاً أنتهت هذه الفرصة وأعيد تقديم هذا المقترح، وهو موجه لكل منظمي مؤتمرات التقريب، لا سيما منتدى الوحدة الإسلامية والدكتور شيخ كمان. وأنا أعيد تقديم هذا الاقتراح بضرورة تشكيل لجنة لمتابعة القرارات والتوصيات المنبثقة من المؤتمر، حرصا على المال والجهد والوقت. لا زال على سبيل المثال الان هنا في بريطانيا مؤتمرين في السنه، هذا المؤتمر المركز الاسلامي ومؤتمر منتدى الوحده الاسلاميه سنويا، لكننا الى الان لم نرى في بعض المؤسسات لاخواننا من اهل السنه مؤتمر مماثل بهذه الحجم والقوه. نتمنى ان شاء الله ان يبادر، لانه الان هناك سباق بيننا وبين الجماعات التكفيريه، ونحن لا نستطيع ان نواجه الجماعات التكفيريه لانهم اصلا متكبرين من قبلهم، وانما اخواننا في السنه باستطاعتهم مواجهه هذا المد والقوه.